مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مواطنون أنباريون رحبوا بالرفع الجزئي الذي اتخذته خلية الأزمة، خصوصا بعد أن أصبحت المحافظة الأولى بين المحافظات العراقية بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مطالبين بجعله إلى الساعة العاشرة، كونهم اعتادوا عليه طيلة أيام الشهر الفضيل في الأعوام السابقة. رمضان يعني متعودين بالنهار نفتح، نص النهار وبالليل نفتح، بس ان شاء هاي السنه اختلفت الامور، يعني كانت الازمه قررت ان حظر التجوال يصير بالليل، فاحنا ان شاء الله مع هذا القرار، وبالعكس احنا مع هذا القرار وبالعكس نحافظ على حياتنا، بس شويه يستهلون الامور بالنهار لا اكثر ولا اقل، فمطار يعني خليت الازمه يستهلون الامور المواطنين بالنهار، الاغلبيه تطلع العصر، يعني هسه ماكو بالليل والصبح ما حد يطلع، فالعصر يصير شويه مددونا وقت الحظر. ونسال الله ان يجعل شهر رمضان شهر خير على العراق وعلى أنبار خاصة وعلى كل العراقيين ومريس العراقيين، ونسأل الله أن يشافي جميع أمة محمد من هاي الأمراض. قائد شرطة الأنبار أكد أن هناك غرامة مالية تصل إلى 100,000 دينار عراقي وحجز صاحب المركبة، معلنا أن الوعي التام الذي يتمتع به أهالي الأنبار جعل المحافظة خالية من هذا الوباء، فضلا عن الخطة الأمنية التي تقوم بها قيادة الشرطة للحفاظ على أمن وسلامة المحافظة. سنقوم أيضا بحجز سائق المركبة وكذلك أيضا حجز المركبة وفرض الغرامة 100,000 دينار بحق من يخالف الحظر، لأن الحجة تم قطعها على المواطن طيلة النهار وفترة النهار، هناك فتح حظر للتجوال كاملة، فبالإمكان المواطن أن يقوم بتغذية الحالة البيتية والحالة المعاشية بما يحتاجه. بنفس الوقت أيضا هناك بعض التعليمات وأيضا صدرت من خلية الأزمة، هناك سيتم أيضا فرض عقوبات وفرض إجراءات مشددة بحق المواطن الفرد إذا ما كان يرتدي الكمامة والكفوف. طبعا على ضوء الخطط المعدة من قبل قيادة شرطة الأنبار والأجهزة الأمنية، يوم أمس كان لنا لقاء مع كافة مدراء الأقسام لتشكيلات وزارة الداخلية وأيضا تشكيلات قيادة شرطة الأنبار، وتم أيضا إعداد الخطة الأمنية. رفع الحظر التجوال الجزئي عن المواطن الأنباري حيز التنفيذ مع إغلاق جميع منافذ المحافظة باستثناء سيطرة الصقور والتحدي، ويبقى الترقب الشعبي لما سيحصل في الأيام المقبلة. من الرمادي، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.